سؤال غرابنا من إحدى السيدات بتسأل: هو إيه الفرق بين تصحيح الجنس وتحويل الجنس؟ هو يعني تصحيح الجنس وتحويل الجنس كجراحات هما تقريبا حاجة واحدة يعني إلى حد كبير، ولكن في فرق جوهري. تصحيح الجنس يعني إيه؟ إن ممكن يكون عندي شخص خنثى، يعني يعتبر فيه من صفات الذكر ومن صفات الأنثى، وممكن يكون عنده عضو ذكري وعضو أنثوي، وممكن يكون فيه أعضاء مختلطة ذكرية وأنثوية. يعني ممكن تلاقي مثلا جوه في البطن تلاقي ناحية مثلا فيها مبيض والناحية التانية فيها خصية، ويعني ممكن تلاقي بقى يعني مثلا رحم ضامر، مهبل مثلا ضئيل جدا. يعني تلاقي اختلافات يعني في التكوين الجنسي. وطبعا ممكن يكون في واحد منهم غالب عن الاخر، يعني تلاقي مثلا الصفات الذكريه غالبه على الصفات الانثويه او العكس. بتعمل تحليل جينات وتشوف الاول الجينات ايه وهو ايه بالظبط، هل هو ذكر ولا انثى، ولا هو في بقى يعني حاله وراثيه معقده، تبدا تجنب وتصحح الوضع. مثلا ما انت يعني مش هتسيبه ذكر وانثى، مش هتسيبه خنثى، هتشوف ايه، هتخليه ذكر ولا هتخليه انثى، ايهما اقرب ليه، وايهما فحوصاتك وتحاليلك والقصه اللي قدامك تمشيك في ايه. ممكن بقى يكون في حاجه تانية، ان يكون الشخص متشخص غلط. يعني ايه؟ وهو صغير حصل خطأ وقالوا ده بنت او قالوا ده ولد خلاف الحقيقه. يعني ولد مثلا العضو الذكري صغنن جدا، وكيس الخصيه باين كانه مشقوق، داخل جوه كانه مشقوق، فافتكروا انه بنت. في مشكله في الهرمونات، فضل في الفتره اللي بعد كده في السنين العضو ما نماش، يبدا لحد ما يجي عند سن مثلا 11 12 تبدا الدنيا تتغير، يبدا خلاص فتره البلوغ فيها تغير هرموني بقى بيبقى عارم، فتبدا الدنيا تتضح. ده بتشوف طبعا المفروض بيتعمل له حاجه اسمها كاريوتايبنج اول حاجه عشان تعرف ده ولا بنت اساسا، المفروض تتعمل وهو صغير. يعني دلوقتي لما بيحصل خلاف ما بنقعدش بقى القصص دي كلها، تعمل حاجه اسمها كاريوتايبنج وباربودي، تحاليل عاديه خالص، تحليل دم بتعرف ده ولا بنت، خلصت الليل على كده. لان طبعا كان بيجي لنا مشاكل هو ولد ومتقعد على انه بنت وبيروح في مدرسه بنات او العكس. فطبعا بنشوف القصه دي، وتبقى المشكله الاكبر بقى، ودي شفناها بقى، ان يبقى مثلا هو ولد ومشخصينه على انه بنت ويروحوا ختنينه. يعني جا واحد بقى بيختن بنات البيت ختنه، راح اصل العضو الذكري بتاعه على اساس ان هو ايه؟ باظ، لان هو صغن. تيجي انت بعد كده تكتشف ان هو ذكر والعضو الذكري بتاعه اتشال. وشفناها، انا شفتها بصراحه كذا مره مش مره واحده للاسف الشديد. فطبعا دي جراحات تصحيح الجنس بتبقى يعني في يا اما متشخص غلط من الاول، يعني المشكله هو ما عندوش مشكله خالص، ومشكلته في اللي حواليه، هم شخصوه غلط وهيشوف في توب مش توب زي ما بيقول، او يكون عنده الاثنين، في الحاله دي هتشوف هو اقرب لايه وصححه. اما التحويل بيبقى شخص يعني جيناته وأعضائه الجنسية بتاعت جنس معين، يعني ذكر أو أنثى، ما فيهوش أدنى يعني تحاليله وهرمونات كل حاجة سليمة، ولكن هو نفسيا مش مقتنع إن هو مثلا بنت وعايز يبقى راجل أو العكس. دي مشكلة نفسية واتقال فيها كلام كتير ما بين بتبدأ عند الرابعة، ولو مش عارف هو بيحب مثلا لو بنته بتحب مثلا حد بيحنوا عليه في العيله مثلا رجل، فعايزه تبقى راجل زيه، ويتقال نظريات كتير قوي فيها يعني، ولكن هي في الاساس مشكله نفسيه. والتصحيح لا غبار في ان هو يتعمل، اما التحويل فطبعا احنا ضده لسبب بسيط جدا. اولا التصحيح خلاص بتحل مشكله قائمه، التحويل انت بتغير وضع حقيقي. المشكلة نفسية وليس جسدية. طيب أنا دلوقتي لو حولت، عشان نفترض إن إحنا هنمشي معاه للآخر، يعني أنا رأيي في التحويل
لان هو يعني امر غير مقبول، يعني دي ما فيهاش تراجع بالنسبه لي. ولكن نقدر نقول مثلا ان احنا هنحول الذكر لانثى او الانثى لذكر. لو حولنا ذكر لانثى مش هيخالف، وهيبقى دايما مش محل قبول الطرف الاخر، لانك هتدي هرمونات وهتعمل برضه هتعمل ايه في الشكل، طب والصدر هتدي هرمونات بقى وتحاول توقع الشعر وتزرع سيليكون، في الاخر خالص مش هتوصله ان هو انثى حقيقيه. ولو عملنا برضه العكس ان انثى برضه نفس القصه، والاتنين مش هيخلفوا، سواء خليتها حولتها لذكر او حولتها لانثى الاتنين مش هيخلفوا. طيب نيجي للنقطة التانية. جماعة من أصدقائنا وزملائنا وأساتذتنا الكبار في علم النفس كانوا أطباء نفسيين، كانوا بيقولوا إن المريض لو الحالة بتاعته يعني مسيطرة عليه ممكن تدفعه إلى الانتحار، فمن الأفضل إنك تعمله العملية، لأن إن هو يغير جنسه أحسن ما ينتحر ويموت. والله في نسبة انتحار موجودة في الـ في الـ في الـ في العيانين اللي هم عاوزين يعملوا تحويل جنس، في نسبة انتحار نسبة معروفة. الدراسات اللي اتعملت بعد العمليات اكتشفت النسبة ما اتغيرتش، يعني العملية ما فادتش المريض. يبقى القول بان انا هنقذ المريض لو عملت له عملية لا، قول غير سليم. ونرى ان التصحيح اوكي وهو لا غبار عليه، اما التحويل فهو غير مقبول. وشكرا.